أظن أن مباراة المنتخب المغربي ضد جنوب أفريقيا ستكون صعبة جدا نظرا لأنها حاسمة في حجز بطاقة المرور إلى الدور الرابع النهائي، وكما قال وليد الركري في الندوة الصحفية حين أكد بأنه الخطأ ممنوع في هذه المباراة على اعتبار أن الخسارة أو الهزيمة سترمي بالمنتخب المغربي خارج يعني هذه البطولة، إضافة إلى أن قوة المنافس وقدرته على خلق المفاجأة وأكثر من ذلك قدرته على هزم المنتخب المغربي للمرة الثانية على التوالي. ولكن أظن أنه الناخب الوطني هيأ من الخطة، هيأ من الإمكانيات المادية المؤهلات الفنية للاعبين من أجل تقديم عروض جيدة تؤهل المنتخب الوطني إلى حسم التأهل إلى الدور الثاني. بخصوص الغيابات، صحيح أن المنتخب المغربي سيواجه بعض الغيابات وغيابات هي وازنة من قمة بوفال الذي أعلن وليد الركراكي خارجه من الكان بعد إصابة عضلية. هناك صعوبة ومحاولة لتجهيز حكيم زياش رغم أن كل المؤشرات تؤكد إلى احتمال غيابه بنسبة كبيرة، ولكن أعطى للمدرب إشارة وتلميحات من إمكانية الاستفادة منه لكن بنسبة أقل. نصير مزراوي جاهز لكن مشاركته بيد المدرب بإمكانه أن يكون حاضرا وبإمكانه أن يلعب أساسيا أو احتياطيا في هذه المباراة، ولكن في نهاية المطاف أن نصير مزراوي سيكون حاضرا. طبعا أن عامل الرطوبة والحرارة ستكون حاضرة كذلك وستكون مؤثرة ليس على المنتخب المغربي فحسب ولكن ستكون مؤثرة على جميع المنتخبات المغربية، لهذا ربما أن الناخب الوطني هيئة استراتيجية وهي يعني خطة بديلة لممكن الحد من هذه العامل الحرارة من خلال مطالبة اللاعبين بالتعامل بكيفية جيدة مع المخزون البدني ومجرى إيقاع المباراة حتى يتم استغلال الفرص التي تم إهدارها في المباريات السابقة. اليوم تابعنا الندوة ديال الناخب الوطني وليد الركراكي قبل المباراة ديال جنوب أفريقيا المقررة غدا إن شاء الله. أبرز ملاحظة هو التأكيد الغياب ديال سفيان بوفال اللاعب اللي مهم، هذا ما نكروش، لاعب اللي هو كيدخل ضمن المنظومة ديال الوالد منذ سنوات، لكن أنا أؤمن بأنه المجموعة بروح المجموعة كاين بدلاء اللي تم المنادة عليه من المشاركة في الكان، نتمنى هذه تكون هي الفرصة ديالهم باش يثبتوا ذاتهم. عندنا خيارات متعددة على مستوى مركز الجناح، نقدروا نشوفوا عبد الصمد الزولي، نقدروا نشوفوا ايضا لاعب امين عدلي، وكاين ايضا امين حارث اللي يقدر يلعب هذا الدور اللي حضر يقضي كيف ما كنقولوا بلغه كره القدم. نتمنوا يكونوا في حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقهم في حجم انتظارات ديال الشارع المغربي. يمكن ايضا الغياب اللي يقدر يكون بارز هو ايضا حكيم زياش اللي تاحهم شكوك حول المشاركه ديالو في المباراه ديال جنوب افريقيا. حكيم كنعرفوا الدور ديالو، الناخب الوطني اكد انه غادي يتم تاكيد الجاهزيه ديال حكيم في الساعات الاخيره، نقدروا نشوفوا اليوم حصه تدريبيه واش حكيم جاهز ولا لا، لكن كل ثقه انا اثق في هذه المجموعه. رايي الشخصي انا متفائل، درنا دور مجموعات شبه مثالي 7 نقاط عكس منتخب جنوب افريقيا اللي تعذب كثير في دور مجموعات، انتصر فقط امام ناميبيا. المباراه تختلف عن المباريات السابقه اللي واجهنا فيها جنوب افريقيا، ايضا عن جنوب افريقيا اللي واجهنا في النسخ السابقه ديال كاس امم افريقيا، ولكن انا اعتبر هذه المباراه هي القفل ان شاء الله لنتصلنا على جنوب افريقيا نقدروا نمشيو بعيد في هذه المسابقه لما لا حتى المباراه النهائيه. Look, I think Morocco is well respected. We know what Morocco has done, you know, going to the semi-finals of the World Cup, and the players, South African players, know that very well. So playing Morocco is motivation for them, because Morocco is, you know, one of the best now in Africa. So the players are motivated. They feel that if they win this game, it will be
to be massive for them back home because the team has been their abilities have been questioned by South African fans. So they feel if they win this game, they'll be sending a statement that they are good enough, and there's a feeling within the camp that it's possible if they apply themselves very well and play a good game. اولا يعني كتاسف اولا الاصابه ديال سفيان بوفال، كنا كنتمنوا انه يكمل مع المنتخب الوطني المغربي، لكن كما جاء على لسان الناخب الوطني ولد الركركي انه اليوم اصبح خارج حسابات الكان بعد الاصابه اللي تعرض لها في الحصه التدريبيه يوم السبت. لنا كل امل ان المنتخب الوطني يحقق الفوز في مباراه الغد والذهاب بعيد في كاس افريقيا. ولد الركركي عنده جميع يعني الميكانيزمات وجميع الاشياء اللي تخلي انه كمدرب يستعد لهذه المقابله، ويمكن انه نعتبرها مقابله ديال رد الثار او يعني نفديو الثار ديالنا في المباراه اللي كانت اقصائيه ديال كاس العالم اللي خسرناها في جنوب افريقيا. وكنتمنى ان نشوفوا لاعبين يتعاملوا بواحد الطريقه جيده بخلاف المباراه اللي فاتت اللي شدنا مجموعه من الفرديات اللي هي غير مفهومه، خصوصا المستوى اللاعبين ديال وسط الميدان اوناحي، وكان كذلك تبوفال اللي هو الان مصاب. كنتمنى ان اللاعبين يكونوا على قدر من المسؤوليه، ولنا كامل الامل باش اليوم غدا ان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه امام جنوب افريقيا.